النمسا تسعى لوضع نفسها على الخريطة الاقتصادية والسياسية لفيتنام. وزير المالية يدافع عن إجراءات الحكومة في مكافحة التضخم. ترحيل لاجئين عراقيين بتهمة دعم الميليشيات الإيرانية علناً. النمسا تؤكد حاجتها لعشرة آلاف عامل سنوياً من دول ثالثة. بعد فترة جفاف طويلة، بحيرة نيوزيتلا تتعافى بفضل الأمطار الغزيرة. مشكلة في حمامات طائرة تجبر 300 راكب على إلغاء رحلتهم من فيينا إلى نيويورك. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. قال وزير الخارجية النمساوي شارلنبرغ من فيتنام في زيارة لتعزيز العلاقات بين البلدين أنه يجب تنويع سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الصين. ورافق الوزير وفد تجاري كبير، حيث التقى شارلنبرغ بكبار المسؤولين في فيتنام، كما تم توقيع اتفاقيات تتعلق بالطاقة. ويرى العديد من الدول في فيتنام وجهة استثمارية واعدة ويجب العمل معها. وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لوزير خارجية نمساوي لفيتنام، تهدف لوضع النمسا على الخريطة السياسية والاقتصادية لفيتنام. دافع وزير المالية عن إجراءات الحكومة لمكافحة التضخم خلال اجتماع مع الصحفيين الاقتصاديين. وقال رغم اتخاذ الحكومة إجراءات مكافحة التضخم، تم انتقادها بسبب عدم الدقة أو التمويل المفرط، وأكد أنه يتابع تطورات الميزانية المستقبلية، حيث يتوقع عجزا في الميزانية هذا العام، ويهدف إلى تحقيق عجز بنسبة 1.5 إلى 1.6% بحلول عام 2026. كما أشار إلى أن محاربة التضخم هي مسؤولية البنك المركزي الأوروبي. أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر على وجود تعاون وثيق مع العراق لترحيل اللاجئين العراقيين المتورطين في جرائم داخل النمسا. وأشار إلى التنسيق مع المفوضية الأوروبية في هذا المجال، وأضاف أن الترحيل لا يتم بالقوة إلا في ظروف محددة، وتوجد جهود مشتركة لتسهيل عملية الترحيل. وتم ترحيل شابين عراقيين بعد صدور حكم بالسجن بتهمة دعم الإرهاب، ووصفت مصادر خاصة لإنفوغرات بأن المرحلين هم من أتباع الميليشيات المدعومة من إيران تحت غطاء الدولة العراقية. قال وزير العمل والاقتصاد مارتن كوخا ورئيس الغرفة التجارية VKO كارل ماغ أن النمسا تحتاج لعشرة آلاف عامل من دول ثالثة كل عام. وأشار ماغ إلى تسهيل الحصول على الإقامة غوت فايز غوت في البرازيل والفلبين وإندونيسيا وكوزوفو وألبانيا ومقدونيا للعاملين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والرعاية والسياحة. وتم منح حوالي 1900 إقامة هذا العام بزيادة 48% عن العام السابق، وأكدوا على ضرورة عدم خلط هجر العمالة الماهرة بنظام اللجوء. تلقت بحيرة نيوزيتلا بالنمسا أمطاراً غزيرة بعد فترة جفاف طويلة، حيث ارتفعت مستويات المياه حوالي 8 سنتيمتر. وشهدت مدينة بورغنلاند الواقعة شرقي النمسا أمطاراً غزيرة من صباح الخميس حتى نهاية الأسبوع، حيث سجلت العاصمة أيزنشتات 94 لتر للمتر المربع. ويعود انخفاض مستوى المياه إلى الاحتباس الحراري الذي تسبب في تبخر المياه من البحيرة، ومع ذلك لا يزال مستوى المياه أقل بحوالي 13 سنتيمتر عن المستوى الذي تم قياسه في أبريل من العام الماضي.
أجبرت مشكلة فنية على متن طائرة للخطوط النمساوية متجهة من فيينا إلى نيويورك بالعودة إلى فيينا، كان على متنها 300 راكب. وتبين أن 5 من 8 من دورات مياه الطائرة غير صالحة للاستخدام، وقد أعلن الطاقم عن عودة الطائرة إلى مطار فيينا، وذلك بعدما تم الكشف عن مشكلة في الأنابيب. وأعلنت الشركة عن إلغاء رحلة العودة من نيويورك إلى فيينا، ويعتبروا أن 3 حمامات صالحة للاستخدام غير كافية لرحلة لمدة 8 ساعات. وإلى هنا تنتهي نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا بينار الحامد، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.